تفضل يا شيخ، أنا وصلنا إلى قدومكم إلى المدينة والتقائكم بالعلماء نعم والطلب عليهم، نريد ما بعد هذه المرحلة. طيب نعم تفضل يا شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالجواب على ما سئلت عنه الآن، وهو كيف وجدت بعض الشيوخ الذين أخذت عنهم، وماذا وجدت فيهم، وما هي أخلاقهم أو ميزة بعضهم في العلم؟ فالجواب عن هذا أن شيوخي للملازمة هم الذين أثروا في كثيرا من القسم الآخر من الشيوخ، وهم شيوخ الاستفادة والسمع. فشيوخ الملازمة ثلاثة: الأول شيخنا محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني الشنقيطي كما تقدمت الإشارة إليه. وهذا الرجل قد تأثرت به كما سبقت الإشارة إلى هذا أولا من جهة معرفته للعقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وتقريره لها تقريرا بالجمع بين عقيدة الأشاعرة وغير الأشاعرة وحتى المعتزلة. إذا أراد أن يبين مسألة في العقيدة الأشاعرية في عقيدة أهل السنة يأتي بما قال فيه أهل الاعتزال، يأتي بما قال فيها أهل الاعتزال وأهل التمشعر، ثم ينتهي إلى عقيدة أهل السنة فيبين قوتها وصحتها ويسوق الأدلة على ذلك سوقا ويضرب الأمثال وما إلى ذلك. فهذا من هذه الناحية، هذه الناحية في الشيخ الأمين لا توجد في الشيخين بالملازمة بعده بالنسبة لي الكلام في العقيدة. رأيت. فالشيخ كان يبين هذا لي كثيرا، وأتأثرت منه كثيرا كما سبقا قلنا، لأنه هو الذي زكاه لي شيخي من البلاد، وكان شيخي هذا أشعريا، فهو زكى الأمين. فها هو الأمين لما وصلت وجدته ينتقد بل ينقض ما كان عليه شيخي في البلاد من هذه العقيدة الأشعرية، فازداد تعلقي بشيخ الأمين في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، كما يقال كان يقارن كما سبقا قلنا، يأتي ببيان هذه العقيدة السنية مقارنة بعقيدة الأشاعرة أو الاعتزال. فهذه الناحية في الشيخ الأمين تأثيرها كان في كبيرا جدا جدا رحمه الله، هذه ناحية. ومن ناحية أخرى في الشيخ الأمين أنه كان جامعا للعلوم، جمعا يندر مثله. ويدل على ذلك أن الشيخ الثاني من شيوخ الملازمة ومحمد المختار ابن أحمد بزيد الرشيدي الجكني الشنقيطي كان في باب الكومة أيضا، وكما أن الشيخ الأمين كان في باب الكومة. الشيخ المختار هذا كنت أقرأ عليه في مختصر الخليل، قرأت عليه مختصر الخليل إلى باب الزكاة، فتوفي رحمه الله. ففي يوم من الأيام
شرح لي عبارة في المختصر، ثم قال لي هذا قول المالكية من مختصر الخليل، لكن في نفسي منه شيء، يقول كذا المختار، قال في نفسي منه شيء، ثم سكت، ثم قال لي وكان محمد الأمين في مثل هذه المسائل لا يشق له فيها غبار. ثم أردف قائلا لأن الأمين كان في ثلاثة فنون لا تناقشه فيها في مسألة من مسائلها، إذا كانت مسألة خلافية أو هكذا لا تناقشه فيها، إذا قال قولا فيها فسلم له قوله في تلك المسألة الخلافية. هذا كلام المختار. ما هي الفنون شيخ ذكر لك هي؟ أيوة ذكر، فقال أولا العربية، وثانيا الفقه، وثالثا أصول الفقه. هذه ثلاثة نص عليها المختار نصا في بيته في باب الكومة، رأيت؟ قال لا تسأل، يعني إذا حصل خلاف في مثل هذه المسألة في أحد هذه الفنون في مسألة من أحد هذه الفنون، وقال الشيخ الأمين في هذه المسألة بشيء فسلم له. وهذا في إشارة إلى أن الأمين كان يعترف المختار بما له من هذا التبحر في العلوم. طيب وهكذا، ومن ناحية أخرى كان الشيخ الأمين من جهة الحفظ ذا امتياز، يقال كذا صاحب امتياز، كان ذا امتياز في الحفظ، ولذلك كان في تفسيره يقرأ أو يشرح أو يفسر كأنه يقرأ في كتاب والكتاب بيده، أو يغترف من عباب. هو من حفظه شيخنا، من حفظه، من حفظه. نعم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول كنت إذا حضرت مجلس الأمين الشرقيطي أتذكر ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم وكذلك. نعم رأيته. إذن فهذا من النواحي، أي هذه ناحية ثانية يمتاز بها، أو من النواحي التي يمتاز بها الشيخ الأمين. جت العبادة شيخنا، العبادة. وأما في العبادة أو كما يقال في العبادة، فإن الشيخ الأمين كان متقشفا لا تقشف تصوف. أيوه. لا كل ذلك التقشف. كان يأبى الدنيا، وقد أتته راغمة أنفها. لا إله إلا الله. فكان لا يحب الدنيا، يقال هكذا لا يحب الدنيا، هذا يدل على زهده، يدل على زهده، فكان ذا زهد يظهر في أحواله في لباسه، أي مسألة أخرى اللباس شيء، على كل حال كان ذا زهد، ذا زهد، رأيت؟ مع أنه أخيرا في هذه البلاد كانت له منزلة عند الحكام المسؤولين في البلد، وهم أنالوه أو أرادوا له كل ما يريد من هذه الدنيا، لكن ما اتجه إلى هذه الدنيا اتجاها هكذا، رأيت؟ وكان داخلهم أيضا، لأنهم لما رأوا منه علمه هذا داخلهم وطلبوه، فداخلهم، وكان في وظائفهم في بعض الوظائف الكبار، لأنه كان عضوا في مجلس الرابطة وعضوا في مجلس الجامع وحكرة الرابطة، تذكرها تماما. فكان الشيخ مع كل هذا كان يزهد في الدنيا، رأيت؟ ومن زهده ومن تقواه أنه لما جاء أحد الحكام الملوك
إلى المدينة زائرا للجامعة الإسلامية وهو الملك فيصل رحمه الله. لما أعد استعداده في الجامعة وكان الشيخ كبير المدرسين في كلية الشريعة، نعم، فجاء الملك ووراءه الدنيا حسب العادة في مثل هذه الأحوال، نعم، ودخلوا ووضعوا الإدارة وضعت الشيخ يشرح لأنه كان يدرس مادتين التفسير وأصول الفقه، فكان يشرح كتابا لعله هذا الكتاب ابن هذا العالم الحنبلي في أصول الفقه، هذا الكتاب في أصول الفقه روضة الناظر وجنة المناظر، كان أشرح هذا الكتاب. فدخلوا ودخل الملك، فلما وقف وكان وراءه مصور يصور، فأراد هذا المصور أن يأخذ لقطة تذكارية كما يقولون، نعم، فوجه إيش فوهد أو الكاميرا إلى الشيخ ليصوره، فإذا بالشيخ يقول لا لا تصورنا هنا، التصوير عندنا حرام، نحن في قاعة الدرس لسنا في قاعة التصوير. والملك يسمع، فإذا بالملك نفسه يقول للمصور خليها لا تصور لا تصور لا إله إلا. وهذا من يعني من عبادة الشيخ أو من تقواه أو من سلوكه مع مثل هؤلاء، رأيت. فهذه أمور في الشيخ تجدها كذا، لا له مواقف أو له ما يدل على أنه كان زاهدا وكان تقيا على كل حال. نعم نعم شيخ محمد وبعده أيوة نعم دقيقة واحدة نعم.